إذا ما نظرنا سيد مايكل إلى هذا الفيديو الذي وصلنا اليوم للضربات قلعة الرحبي هنا التي تخزن فيها الكثير من الصواريخ بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، يعني هذا مخزن أسلحة استمر بالانفجار بهذا الشكل، مناطق انطلاق هذه الصواريخ من الميادين تجاه قاعدة حقل العمر النفطي، يعني واضح بأننا أمام ردة فعل من التحالف الدولي اليوم وحتى يوم أمس بهذا الشكل. ما هو رأيك، هل هنالك نوع من التحول في إجراءات التحالف الدولي لحماية الأفراد الأمريكيين هنا؟ هل قد نشهد مثل هذه المناظر في الداخل العراقي تجاه المنصات التي تطلق الصواريخ على قاعدة عين الأسد أو حتى على مطار بغداد على سبيل المثال؟ أعتقد بأنه عندما تهاجم القوات الأمريكية سيكون دائما هناك استجابة. في الماضي لم تكن الولايات المتحدة تستجيب لكل الضربات، ولكنهم اليوم بدأوا يستجيبون لأنه كان هناك نقد للولايات المتحدة بأننا لا نرد. أعتقد بأن حماية القوات الأمريكية في العراق حيث دعوا ليأتوا إلى هناك يختلف تماما عن وجود القوات الأمريكية في سوريا، لأنهم لم يدعوا للحضور إلى سوريا. فأعتقد بأنه ولغاية أن تطلب الحكومة العراقية من الولايات المتحدة الأمريكية أن تغادر، فإن الولايات المتحدة تنوي البقاء في العراق وأن تحمي قواتها هناك إلى أن يكون هناك تغيير سياسي من نوع ما. فبغض النظر عما يجري في العالم اليوم، فإن الولايات المتحدة سوف تحمي قواتها أينما كانت، وهذا شيء يجب أن نتوقعه، وهذه رسالة يحاول البنتاغون إرسالها. وأعتقد بأن أي دولة سوف تفعل شيئا مشابها إن هوجمت قواتها. نوعا ما الصواريخ التي شهدناها في مهاجمة مطار بغداد صباح هذا اليوم صواريخ متقدمة، فلق واحد هي متقدمة بالنسبة للميليشيات وليس بالنسبة للعالم. هذه الصواريخ وهذا الانتقال إلى صواريخ التي هي 240 ملم مقارنة بالصواريخ الماضية والسابقة، هل تعتقد وتركهم لصاروخ واحد على المنصة، هل نحن أمام رسائل من هذه الميليشيات بأننا سنصعد ونصعد في الفترة القادمة، أم إلا لأن هذا الصاروخ قديم والمنصات بدائية قد يكون فعلا الصاروخ لم ينطلق؟ أعتقد بأن هذا يعود للتفسيرات المختلفة، ولكن تفسيري هو أنهم تركوه هناك ليرسلوا رسالة بأن لديهم أسلحة متقدمة ويمكنهم إطلاقها. وأعتقد بأن ذلك يساعد أيضا في تحديد من هي الجهة المؤيدة لإيران المسؤولة عن هذه الهجمات. قد تكون هناك بعض المجموعات الموجودة في العراق والتي ليست مؤيدة أو مدعومة من إيران، ولكن هذا مربوط بتلك الميليشيات التي تحصل على الدعم اللوجستي من إيران وربما حتى أوامر مباشرة من إيران. فأعتقد بأن هذا يرسل رسالة واضحة بأنهم قادرون على التصعيد إن رغبوا بذلك، وإذا لم تقم الولايات المتحدة على الجانب السياسي بإرسال رسالة واضحة للجانب الإيراني بأنهم مستعدون للسماح بتخفيف بعض العقوبات أو رفع بعض العقوبات كخطوة أولية، فقد يكون هناك بعض المفاوضات وقد نرى ربما بعض الانخفاض في هذه الهجمات إن حصل ذلك. أعتقد بأن هذه رسالة من إيران، وذلك لكسب بعض القوة والضغط على الولايات المتحدة بأنها تريد أن تعود لاتفاقية نووية، وأنهم ربما يريدون أن يحققوا بعض الشروط والتي يمكن أن تفيد إيران، وبخلاف ذلك فإن إيران لن تخسر شيئا في الانسحاب لأنهم يريدون أن يتحاولوا، استطاعوا حقيقة التحايل على العقوبات واستطاعوا أن يتعاملوا مع الصين. هذه العقوبات مع الوقت قد سمحت لإيران أن تطور بنيتها التحتية الخاصة بها وقدرتها الإنتاجية، وهم قادرون فعلا ولديهم قدرات كبيرة ويمكنهم أن يحسنوا هذه القدرات، بالإضافة إلى أنهم كانوا يتلقون المعونات من الصين وصواريخهم وربما حتى قدراتهم النووية تلقوها من كوريا الشمالية، وهناك تاريخ لذلك، فهذا يعود
إلى زمن بعيد. حقيقة الصواريخ الأصلية التي استخدمتها إيران كانت صواريخ سكاد من كوريا الشمالية العابرة للبحار، وهذا قبل عدد من السنوات. وقد تعلموا أن يطوروا صواريخهم الخاصة وتكنولوجياتهم الخاصة، وهذا ما نراه اليوم بأن إيران قد أصبحت أكثر تطورا وأكثر استقلالية في تطويرها للتكنولوجيا، لأنها استطاعت حقيقة أن تبني على ما تعلمته من الماضي. إيران لا تفسر الأمور ولا تربط الأمور بالمفاوضات النووية وهذا التصعيد الذي يجري، وكانت هنالك تصريحات إيرانية حديثة للغاية تتحدث بأن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تحاكم دونالد ترامب وإلا سنقوم بعمليات اغتيال، وهددوا مايك بومبيو بأنهم سيغتالوا، ومايك بومبيو نوعا ما مستاء من تصريحاته التي والتهديدات التي صدرت ضده بهذا الشكل. وبالتالي التصعيد والقصة الإيرانية الواضحة بأنها مسألة متعلقة في الجنرال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، يريدون انتقاما، يريدون محاكمة عادلة لما جرى. هل تعتقد هي قصة إعلامية إيرانية أم قد تكون هذه هي الحقيقة وأن لا ربط مع المفاوضات النووية نهائيا؟ أنا لو كنت أنا لصدقت وعد إيران. لماذا؟ لأن هذه هي المرة الثانية التي تذكر فيها إيران، في الذكرى الثانية من قتل أو اغتيال سليماني، أنهم ذهبوا إلى الانتربول والتي هي قوى الشرطة الدولية الغربية لإصدار مذكرة حمراء ضد 47 أمريكيا المتورطا. وللمرة الثانية على التوالي الانتربول رفضوا هذا الطلب، لأنهم قالوا أنهم لا يتخذون إجراءاتهم بناء على موقف سياسي، بل يجب أن يكون عملا إجراميا، وهم يرون بأن اغتيال سليماني هو في المجال السياسي بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية. وأنا لدي مصادر قد قالت لي بأنهم إن فشلوا عبر الانتربول في محاكمة هؤلاء 47 أمريكيا، فإن إيران والتي قد حددت هؤلاء 74 فردا ويعرفون من هم، بأنهم سوف ربما يحاولون استهدافهم على المستوى الشخصي. المبرر من الجانب الإيراني بأنهم يعتبرون بأن اغتيال سليماني على أنه عمل إرهابي، وهم يلعبون نفس اللعبة الأمريكية ويتعاملون مع الأمريكيين بسلاحهم، ويقولون بأننا سوف نرد وسوف نقتل أولئك الإرهابيين كما يدعون المسؤولين عن اغتيال سليماني. وبالتالي فإنهم يلعبون نفس اللعبة الأمريكية ويطبقونها على الأمريكيين فيما يتعلق بكيفية الاستجابة لهذه أو الرد على هذه التطورات. وأعتقد بأننا يجب أن نأخذ كلام الإيرانيين على محمل الجد، وأنهم قد يستهدفون هؤلاء الأمريكيين ولن ينتظروا حتى يتحقق لهم ما يريدونه عبر الانتربول. أنا أعلم علم اليقين بأن الرئيس السابق دونالد ترامب ووزير خارجيته يقعون تحت حماية مشددة، وأعرف أيضا بأن هؤلاء 47 أمريكيين يعلمون بهذه التهديدات ضدهم، وأن هذه التهديدات قد جددت مجددا. هذا يخبرني بأن إيران جادة في كلامها، لأن لديها قدرات للوصول في أي مكان من العالم إن رغبت بذلك. إن استطاعت أن تصل إلى بعض التسوية وبعض الحل حيال الاتفاقية النووية، فربما تكون التهديدات الأخيرة مرتبطة بها أيضا، وذلك لفرض الضغط على الولايات المتحدة، وربما قد يتراجعون عن هذا التهديد، لأنه إذا لم يكن لديهم اتفاقية كاملة ورفع العقوبات عنها، فإنهم ربما سوف يستمرون بقتل 47 أمريكيا. فأعتقد أن هذه مجددا ورقة ضغط تستخدمها إيران، وذلك في ذكرى اغتيال ما يعتبرونه من أهم قادتهم وهو سليماني، والذي كان ربما قد يصبح في يوم من الأيام رئيسا
لإيران في المستقبل لو أنه بقي على قيد الحياة. ما هو مثير للاهتمام بأن هذا الرجل بخلاف أي العسكريين من العسكريين الآخرين في قوى القدس كان لديه طريقة استراتيجية في التفكير، وأعتقد بأنه كان مفيدا جدا في محاولة ردع هجمات داعش في كل مكان. السبب الذي دعاه إلى الوجود إلى بغداد هو أنه كان يحاول التوصل إلى حل في المفاوضات ما بين السعودية وإيران. كان حقيقة ينقل الرسائل كما ذكر، كان ينقل الرسائل بالنيابة عن الرئيس في ذلك الوقت عندما تم اغتياله في مطار بغداد. سليماني حقيقة قد صعد على متن طائرة مدنية ولم تكن تحركاته سرية، وكان الإسرائيليون يتابعونه ويلاحقونه. ويجب أن نتذكر بأنه كان هناك 3 أو 4 رؤساء قبل ترامب كانوا يعرفون أين سليماني، ولكنهم اختاروا أن لا يغتالوه.